على سريلانكية قضية مؤسفة جدا، لأنها ليس لها معنى وليس لها منطق، لأنك تتكلم وتحارب ناس في مكان مفروض أنه يكون مكان مريح ومطمئن وفيه أمان، لأنه في بيت يعبد الله، ويأتي أشخاص لا نعرفهم بكراهية غير معروفة، وسبع أماكن تحطمت وأضيفت إليها بعدها كمان أضيفت أشياء مؤسفة جدا، وتبين أن هؤلاء ليس لهم دين وليس لهم منطق، هم لا يحاربون المسيحيين، هم يحاربون المختلفين عنهم مهما كان السبب. هذا شيء مؤسف جدا. لا شك الأحداث الأخيرة المؤسفة اللي حدثت في نيوزيلندا ومؤخرا في سريلانكا، يعني تأكيد على الحاجة لمثل هذه المؤتمرات، والحاجة إلى ترسيخ مفهوم التسامح والتعايش بين البشر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. فالمؤتمر يأتي يعني كمبادرة حقيقية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، لإعادة النظر في التشريعات أو القوانين أو دراستها على أقل تقدير، والتحقق من مدى ملائمتها لتحقيق مفاهيم التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش بين البشر بمختلف ثقافاتهم ودياناتهم وانتماءاتهم. سريلانكا تعتبر مثل بشع للإرهاب، مثل بشع للكراهية، مثل بشع لعدم قبول الآخر، وكيف أن النفس البشرية يمكن أن تعبر عن أنفسها، عن نفسها بأبشع الوسائل.